On the streets of Richmond, they fought to get by. Struggled to get out. لا مستحيل والإرادة موجودة، لا مستحيل والطموح هو المحرك. محاور قصة فيلم اليوم الذي أنتج سنة 2005 والمقتبس عن القصة الحقيقية لمدرب ثانوية ريتشموند كين كارتر، والذي تصدر عناوين الصحف في عام 99 بعد عقابه لأفراد فريق كرة السلة بعد حصولهم على علامات اختبار سيئة. You will maintain a 2.3 grade point average, and you will wear ties on game day. Between surviving alone... This is basketball, man! These boys are student athletes. Student comes first. Come on. And standing together... If one man struggles, the entire team struggles! من العدم وبلا أي إمكانيات تمكن المدرب المحنك من تحويل مجموعة من الشبان من هواة لكرة السلة ومن مجموعة فاشلين بعيون الجميع إلى رموز حية عناوينها الاجتهاد والعمل والنجاح. التدريب ثم التدريب والتأسيس الذي تلاه المتابعة هو ما سعى له كارتر على الدوام لتحقيق النقلة النوعية في طلاب الثانوية. ورغم كل الذي كان من عوائق وتهديدات حول طريقة تعامله مع أعضاء فريقه، إلا أنه مضى فيما رآه الأفضل والأنسب. We have six players failing at least one class. We have failed each other. Put a lock on the gym and force them to meet you in the library. Coach Carter has taken the lockout to the next level by canceling last night's game, making it their first loss of the season. نعم، سقطت الفرقة في مجموعة من الاختبارات، لكنها أخيرا نجحت في اختبار الحياة، فكانت قصة الفيلم الواقعية مرآة لمشاهد يومية منشاتها العريضة: نحن نسقط لنتعلم كيفية النهوض. Rich what? Rich man. Where are we from? Rich man. معاذ خلوف صاد الملاعب.